صباح السعادة مشاهدينا، عند الحديث عن الذهب والألماس وأيضاً الأحجار الكريمة والمجوهرات على اختلافها، فإن الأمر لا يقتصر على شرائها وبيعها ولا ارتدائها للزينة والتباهي بها، بل هي تصميم. هاي المجوهرات تلعب دور كبير في قيمة أي قطعة مجوهرات، وأيضاً تعتبر في بعض الأحيان مهنة أو مهارة، وأيضا تعتمد على الحس الذوقي والجمالي والإبداعي لدى المصمم اللي يلعب دور كبير في المكانة اللي يصل إليها المصمم، أكيد تصاميمه وابتكاراته وقيمتها في السوق. لهذا مشاهدين خلونا نتحدث أكثر عن تصميم المجوهرات بالأحجار الطبيعية مع مصممة المجوهرات بالأحجار الطبيعية إيمان حسن أنيس. صباح الخير. صباح الورد، صباح الجمال، صباح السعادة. صباح الخير يا زين. صباح الورد. أستاذة إيمان، بداية لو نتكلم عن كيفية استخدام الأحجار الطبيعية أو الأحجار الكريمة في صناعة المجوهرات، أكيد طبعا كل سيدة تحب طبعاً المجوهرات وتحب تتباهى فيها، أكيد سواء في حياتها الروتينية أو في المناسبات الخاصة. أكيد أكيد. بصي، قصة الأحجار الطبيعية والكريمة دي قصة كبيرة جدا. طبعا أحب أنوع عنها اللي هي مش خاصة بالمجوهرات فقط، بتخش صناعة الأحجار الطبيعية دي في كتير من الصناعات التانية للأسف الناس ما بتبقاش عارفاها. لكن طبعا الأحجار الطبيعية احنا بنستخدمها كمجوهرات، لكن هي ممكن تخش في صناعة السيراميك أو الطلاء أو أي نوع أو حاجات حتى للموبايلات حتى. لكن احنا من قوة ألوانها الرائعة المميزة اللي ربنا سبحانه الخالق يعني خلقها بيها، احنا بنتشد ليها، فبالتالي بنستخدمها في المجوهرات. والأنواع حتى المجوهرات ثلاثة: أحجار كريمة وأحجار غير كريمة، ومش غير كريمة بتسمى بشبه كريمة، وفي الأحجار الكريمة اللي هي غير معدنية. الأحجار الكريمة دي بتبقى أربع أنواع فقط لا غير، اللي هي الماس والماس والترم والماس وال أنا أسفة جدا، يعني هم أربع أنواع يعني الماس والياقوت والزفير، وفي نوع رابع كمان والشبه الكريمة أي نوع من الأحجار الطبيعية اللي هي غير الكريمة. خلاص، في بقى الأحجار الكريمة اللي هي بتبقى غير معدنية، بتبقى زي اللؤلؤ والمرجان. طبعا الناس أول ناس كانوا دخلوا الأحجار الطبيعية في الحلي كان من أيام زمان خالص، هي حضارتين: الحضارة الفرعونية المصرية القديمة والحضارة بابل العراقية. دول من أول الناس اللي في العالم كله كانوا بيدخلوا الحلي في الأحجار الطبيعية. طبعا احنا ممكن نستخدم الاحجار الطبيعيه دي كقلاده، برش، حلق، اسوره، حاجات كتير او خواتم، كل دي الاحجار الطبيعيه بتخش فيها. يعني مش بشرط بس استاذه ايمان انه يكون حلي، ونفس ما قلت يعني هذه الصناعه تعتبر قديمه جدا جدا، بس ما ذكرت يمكن من ايام الفراعنه، ويمكن نقدر نطلق عليها الهاند ميد. الهاند ميد طبعا مزبوط. استاذه ايمان، كلمينا عن مراحل التصنيع. حضرتك اتوقع ما عندك مصنع يتم تقومين بهاي الصناعه في مكان معين عندك في المنزل، شو هي استراتيجيات او أساسيات هذه الصناعة؟ بصي هو لازم يبقى في حاجات معينة أساسية. طبعا لازم يبقى بترسمي التصميم بتاعك عشان يطلع بطريقة حلوة وبطريقة جميلة. لازم بتختاري الألوان، الأحجار اللي بتستخدميها بتلاقي مع بعض ولا لا، في حاجات كتير تقدري ان انت تحطيها مع بعض ولا لا، ممكن تدخلي حاجه مطليه فضه مع حاجه مطليه ذهب، كل ده ممكن تقدري تعمليه. في طبعا الادوات بقى الاساسيه لازم نستخدمها، في مسامير، في نحاسيات، في حاجه اسمها المقص والقصافه، في حاجات كتير ممكن تقدري ان انت لازم دي اساسيات الادوات اللي بتستخدميها. صحيح استاذ ايمان، طبعا معانا وايد قطع ووايد اشكال وكلها مختلفه. تمام. في منها ممكن المطلي بالذهب، المطلي ايضا بالفضه. كلمينا عن هذا النوع، استخدام الاحجار الكريمه مع اللون الذهبي وايضا اللون الفضي، شو الجماليه اللي يضيفها على قطع الحلي؟ والله بصي، انا اختراع ان هم يحطوا الاثنين مع بعض ده اختراع مميز جدا ورائع. خلاص بقى يخش في الساعات وفي الحلي، حتى مش شرط الذهبي والفضي بس، يعني حتى كديكور بيوت حتى بقى يعملوه دلوقتي في البيوت الذهبي والفضي مع بعض، فبقى شيء جميل جدا ورائع. يعني انا شايفاه ان هو اختراع مميز جدا، حتى مش اختراع حتى بس او تميز الذهبي والفضي فقط، لا ده في الوان كتير ممكن دلوقتي تشوفيها تقولي ايه ده، انا مستحيل البس مثلا الاورنج مع البيربل مثلا، لكن لما تدخليهم مع بعض تقولي ايه ده، لما بتشوفي ورده اللون ده تقولي ايه ده، الله سبحان الله، مع ان انت استحاله تلبسي اللونين مع بعض كده.
انت فاهمه قصدي، بس بعد يمكن التصنيع نفس ما قلتي او التصميم النهائي يعيبني الشيء واقول فعلا يعني يا ريتني اخترته، او فعلا بالزبط. يعني بيكون جميل على بعض الملابس بالزبط. او في الاستخدام بالضبط. وبتختاريه بقى في حاجات كتير وفي احجار كتير، حتى الحجر الواحد بيبقى ساعات فيه كذا درجه، سبحان الله، يعني دي شيء طبيعي انك تمسكي حاجه طبيعيه، ده في حد ذاته بيبقى شيء جميل جدا يعني. استاذه ايمان، من خلال خبرتك في هذا المجال وايضا تصنيعك العديد من المجوهرات والحلي للسيدات كنا وللاطفال وايضا الرجال، شو هي الالوان اللي يفضلونها النساء خاصه لو بنتكلم شويه عن فصل الصيف؟ الصيف بصي، هو في الوان طبعا عديده، بس الفيروز دايما بيحتل المرتبه الاولى، فعلا دايما محبب جدا عشان بيبقى قريب من البحر والصيف والهواء، يعني عارفه كده، فبيبقى جميل جدا. الفيروز طبعا، في حد انا حتى حامله زي عقد كده في نجمه البحر والفيروز وكده، بيبقى جميل ولونه جميل. في انواع كتير طبعا تانية انا عاملاها، وهنا ممكن تختاري كذا نوع وكذا شكل، لان يعني ممكن اعمل حاجه قصيره تلبسها مثلا حد شاب مثلا، حاجه طويله سيده كبيره في السن شويه تلبسها، او العكس، يعني انت فاهمه كل واحد بيلبس طبعا حسب ذوقه، لان انا حتى بعمل من نفس الحجر ممكن تعملي نفس كذا ستايل، يعني مثلا زي اللولي مثلا اللي انا عاملاه حاطاه جنبي، مثلا ده لولي مزارع، هنا اصلا هنا في الخليج اغلب اللولي هو ده بيحتل اكيد المرتبه الاولى، بما يميزه طبعا دوله الامارات الحبيبه يعني، ودوله البحرين برضو من الدول اللي بتحب اللي بتتميز باللولي. حتى السيدات يحبونه او يفضلون هذا النوع جدا من الحلي. بالظبط. طبعا اللولي الطبيعي بيبقى بعض الثمن غالي، مش رخيص، ومش اي حد طبعا بيقدر يشتريه، فبالتالي اتعمل حاجه جديده اللي اسمها لولو المزارع. لولو المزارع ده سبحان الله برضه هو يعتبر عارفه زي الشبه الكريم في الاحجار، بيخلقوه وبيزرعوه جوه المحار الطبيعي، فبالتالي بيطلع منه الايه لون المزارع، عشان كده بقول لك زي بيبقى برضه في متناول اليد، وفي نفس الوقت بيبقى طبيعي، ما بيقشرش ما بيغيرش لون، وبيفضل طبعا سنين طويله قدام. تقدري بقى تدخلي معاه حاجه مثلا زي كده، حاجه مطليه، او مثلا زي المرجان اللي انا حطاها معاه ده مرجان طبيعي. بتقدري بقى تغيري كذا ستايل في اللولي ده، بيبقى شكله شيك وانيق، يعني في نفس الوقت تدمجين شيء استاذه ايمان من الطبيعه نفس ما قلتي بالزبط. المرجان مع اللؤلؤ، يعني شيء فعلا يوحي للشخص مثلا او الشخص اللي حابه، السيدات اللي حابين يرتدون، انه فعلا في علاقه بين النوعين او الاحجار اللي انت محططينها في هذا بالزبط. الحلي استاذه ايمان، نتكلم شوي عن الالوان قلتي للرجال، كيف تختلف عن الالوان المستخدمه للسيدات خاصه يعني بما يتعلق بالاحجار الكريمه؟ طبعا الرجاله بتلبس الوان والستات بتلبس الوان، يعني مفيش راجل مثلا هيلبس عقيق فوشيا مثلا، صعب يعني. خلاص، يعني مثلا ممكن في بقى الوان زي احجار زي تايجر اي، زي اللابس لازولي، زي في تركواز مثلا افريقي، في انواع معينه بتبقى مي، او الجاسبر طبعا ده سيد يعني البريستس بتاعت الرجال، الرجاله بتحب تلبسها لانها بتبقى مط مش شاين يعني، فبالتالي بتبقى شكلها شيك وبتبقى انيقه جدا، مع بدله بقى، مع مثلا مع العبايه، مع اي حاجه، فبتبقى شكلها حلو جدا، او حتى مع السبح، السبح بتبقى شكلها جميل قوي. مثلا في العقيق كمان الاسود او الاونكس طبعا بيبقى مط برضو، كل دي بتبقى درجات تنفع للرجال والشباب. او مثلا لما تيجي تعملي سلسله نظاره، سلسله نظاره مثلا هتعمليها ساده، مش هينفع تعملي فيها لولي وتركواز، فاهمه قصدي؟ فبتبقى شكلها جميل وقريب. اكيد ما يحبون الاشياء اللي وايد تبرز مثل البنات نفس ما قلتي اللولو وهي الامور، الفصوص او بالزبط. الاشياء اللي شويه تكون شايني. لكن نتكلم استاذه ايمان، عندك ايضا بعض المجوهرات او بعض الاشياء كلها اكثر من استخدام، مثل موجوده معانا في الاستديو اللي باللون الفيروزي. بالضبط. بصي انا ده كان بالنسبه لي عملته اختراعي يعني، خلاص، ديت سبحه 99 حبه من حجر اللازوردي اهو، خلاص، واللي هو اللابس، وحجر التركواز اللي هو الفيروز، جمع حجرين، جمع حجرين طبعا، وكل اللي موجود ده طبعا فواصل فضه، وديت مطليه فضه، خلاص. بدخل من تحتها ايه، زي الهوك بتاعها تقدري تشيليه، خلاص، وتحطي الهوك الثاني اللي هو بتاع تقدري تحطيه في الموبايل، خلاص، كانه ان هو يعني حامل موبايل، سبحه وتعليق على التليفون في نفس الوقت، يبقى سبحه 99، يعني انت فاهمه بتسبحي، لان دلوقتي كل الناس في ايديها الموبايل ما بيسيبوش للاسف يعني، طبعا دي عاده سيئه بس للاسف احنا كلنا بقينا كده. طبعا تقدري ان انت تحطيه، خلاص، مثلا ادي الهوك اهو، تشيلي ده خلاص او تحطي ده، وبالتالي لا بتخليها سبحه لا بتخليها ايه
حامل موبايل بس، فبتبقى شكلها لذيذ وفي نفس الوقت بتبقى أنيقة والأكثر من استخدام وليها فعلاً. أكثر من استخدام بالضبط. أكيد. أستاذة إيمان، نتكلم شوي عن تصنيع المجوهرات للأطفال، حتى البنات يعني وهم صغار تحسينهم يحبون المجوهرات. سبحان الله فعلاً. وفعلاً تبى تقلد الأم وتلبس مثلها. شو الأحجار اللي تستخدمينها لما تصنعين حق البنات يعني في أعمار صغيرة أو الأطفال؟ بصي والله في الروز كوارتز ده بيبقى جميل وأنيق ورايق، عارفة هو مميز للأطفال بصراحة، بيبقى جميل ولونه روز كده فاتح، وفي طبعاً درجات تانية كتير بس انا بتكلم على ده، او التركواز كمان، لكن الروز كوارتز ده بيبقى رايق، عارفه هو تحسي كله مشاعر وحب وعاطفه كده يعني. لا هو بيبقى فعلا جميل يعني، انت فاهمه قصدي، يعني على البنات وبيجذب الاطفال الصغيرين. اه بالظبط. اه تقدري بقى تعملي منهم مثلا سلسله صغيره، اسوره، حاجات كده بسيطه، مثلا حلق صغير، بتبقى جميله قوي ورقيقه يعني. صحيح. استاذه ايمان، في معانا تصميم هنا في الاستديو، استخدمتي بعض الاحجار بلون مختلف، استخدمتي فيه اللون الاسود والفضي وايضا بعض الكتابات. كلمينا عن الكتابات اللي تستخدمينها في مثل هذه الصناعه او صناعه الحلي. تمام. بصي اولا ده بيبقى عقيق او اي حجر ممكن تعمليه لاي سبحه ممكن تعمليها. اللي موجود عندك ده بيبقى عباره عن نحاس محفور بطريقه معينه. النحاس ده بيبقى مطلي فضه، خلاص ممكن طبعا يطلع ذهب، ممكن يطلع فضه، على حسب طبعا ذوق العميل اللي بيطلبها منك. تمام. تقدري بقى تكتبي فيه مليون كلام ممكن تكتبيه، طبعا زي هنا الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، استودعك ربي، يعني في كلام كتير ممكن يتحط. في ناس بتحب دي بتحفظها يعني من اي شيء وحش مثلا، طبعا هو ربنا الحافظ اولا واخيرا، بس أكيد. برضو بتبقى كلمه جميله بتحطيها في سيارتك، بتمسكيها في ايديكي سبحه، بتبقى جميله وراقيه وشكلها حلو. صحيح. استاذة ايمان، يمكن بعض السيدات لما يسمعون كلمة مجوهرات اللي يعني فيها الأحجار الكريمة أو الأحجار الطبيعية دائما يروح بالها انه بيكون يعني الحلي كبير أو وايد ضخم، وتقول لك لا أنا ما يناسبني هذا النوع، ويتحب الأشياء البسيطة الصغيرة. كيف ممكن تصنعين هذه الأشياء بالشكل البسيط وأيضا تحببين يعني الفئات الأخرى من السيدات أنهم يتوجهون لشراء هذه الحلي أو هذه الأشياء؟ تمام. كلامك جميل قوي يا زينب بصراحة يعني. بصي هو بصي ده مثلا زي اللي أنا عاملاه ده، هو رقيق مش ضخم، وفي نفس الوقت انا عاملاه بالديزاين بتاعي، هو لولي بالصدف، دي صدف طبيعي، يمكن عشان اصلا الشيء اللي انت لابستينه يعني ساده بالظبط، ضاف لجمال زياده. بالظبط. عارفه بتبقى عايزه حاجه بسيطه ان هي تضيف ليكي جمال. في حاجات تانية انا عاملاها بطريقه كبيره، كذا دور زي اللي جنبك او في اي حاجه تانية بتحتاج مثلا، ممكن في ناس حسب ذوق برضو العميل يعني انت فاهمه، لكن مثلا الحاجات الرقيقه زي مثلا لابساها برضو، عارفه لولي صغير، طبعا بيتوقف برضو على حجم الحجر نفسه، سواء بقى حجر طبيعي او لولو او مرجان، يعني كل ده بيتوقف على الحجم نفسه بتاع الحجر نفسه. فطبعا في ناس زي ما انت قلتي بتحب الحاجه، او الشباب او في ناس كتير سيدات تحب الحاجه البسيطه، فبالتالي بعملها صف واحد بس، بتدي شياكه واناقه، وفي نفس الوقت بتبقى لابساها وهي مبسوطه. انا اهم حاجه عندي بتبقى العميل هو مقتنع فيها، يبقى مقتنع فيها وراضيه عشان تلبسها بعد كده. استاذة ايمان ايضا يعني يمكن ذكرنا في البداية ان هي هاند ميد. أيوة. وانت عندك هذا المشغل في المنزل، لكن تشوفين مثلا دائما يعني توجه المصممات ايضا لمواقع التواصل الاجتماعي، كيف دعمتك هذه المواقع ووصلت فعلا هذا الشيء او صناعة هذه المجوهرات بالاحجار الطبيعية او الكريمة للنساء خاصة في المجتمعات العربية والخليجية؟ والله بصي هي الموضوع ده بيحتاج تطور من الذات نفسه يعني، طبعا لازم نتفرج كتير، انا عشان اعمل حاجه زي كده لازم اتفرج مره واثنين وثلاثه وعلى اذواق كتير وحضارات كتير، كل ده انت بتستفيدي منه، لان طبعا انا مثلا ربنا يخلينا الامارات طبعا العربيه المتحده، هنا برضو في جنسيات متعدده، فهماني انا مثلا عندي عملاء الحمد لله كتيره، جنسيات كتيره، فبالتالي انت بتضطري ان انت بتتفرجي على انواع كتير ومن دول كتيره عشان انت كمان تعرفي تواجبي الايه الاذواق الثانيه، اللي مثلا عندي عملاء تركوا، انجليز، اسبان، فاهم قصدي، طبعا اماراتيين، مصريين، سوريين، يعني اختلاف تام في الثقافه يعني طبعاً. من الدول العربيه للدول الاوروبيه طبعا اختلاف تام، وخلي بالك مش شرط يعني، في ناس على فكره اجانب بتحب تلبس حاجات كتير مش شرط، وفي ناس عرب يعني يعتمد على الذوق البسيطه، يعتمد على الذوق، بس برضو لازم تبقي انت متنوعه ومختلفه مميزه مثلا في الحاجات اللي بتحطيها، فبالتالي هتقدري تجذبي الجنسيات الاخرى ليكي ان هي تشتري من عندك. صحيح. استاذه ايمان، نتكلم شويه عن ناحيه ان في بعض الاشخاص لما يجي ببالهم او يذكر امامهم اي نوع من انواع الاحجار الكريمه او الطبيعيه يفكر في الطاقه، هل لما بديتي في تصنيع هذا الشيء او الهاند ميد فكرتي فعلا انه ممكن من ناحيه الطاقه ايضا اللي يعطيها للشخص اللي يرتدي هذا الشيء؟ بصي هقول لك حاجه، اي حاجه طبيعيه، انت مش هكلمك على الاحجار بس، بصفه عامه انت رحتي البحر
رحتي حديقه كلها اشجار صح ولا لا، بتلاقي نفسك بتجيلك طاقه ايجابيه تلقائيا من عند ربنا. اشحال انت ماسكه حجر طبيعي من عند ربنا، حاجه ربنا ما حدش فيها تدخل فيها، انت فاهمه؟ صحيح، سبحان من الله الطبيعة. من الطبيعه. فبالتالي بتلاقي نفسك ان انت ارتحتي نفسيا، طبعا بتدي طاقه ايجابيه. ليه؟ لان هي حاجه من الطبيعه، ربنا اللي خلقها. اي تدخل انساني في اي حاجه يعني طبعا خلينا الصراحه بتبوظ الشيء، حتى لو هو بيخليه شيء جميل. حتى تشوفين الاشخاص يبتعدون عنها، دائما يسال مثلا بيور فعلا هاي طبيعيه 100% او لا. برافو عليك، برافو عليك، انت جاوبتي صح. صح والله، صح فعلا، دي حقيقه. استاذه ايمان، ايضا نتكلم عن ناحيه، هل ممكن مثلا في يوم تصممين تصميم معين ويجي عليه تعليق سلبي او يمكن ما يعجب الزبونه، ممكن فعلا تغيرينه ولا تظلين يعني مستقره على هذا الراي وتقولين لا هذه مثلا هي توجهاتي او هذه الطريقه اللي انا افضل فيها صناعه هذا الحلي؟ لا والله بصي، هم يقولوا هم عايزينه وانا بنفذ برضو اللي في دماغي. لا اكيد لا طبعا، يعني بصي لا، هو لازم طبعا اعمل الحاجه اللي العميل هو يحبها. حتى مثلا انا عملت له شيء معين والله ما عجبوش بعد، لا عادي ممكن يرجعه عادي. وممكن بتجيلي مثلا السيده وتقعد معايا واللي هي عايزاه بعمله لها. ليه؟ لان هي اللي هتلبس مش انا اللي هلبس، لان في حاجات انت بتعمليها على حسب شخصيتك انت، لكن هل انا اللي هلبس ولا هي اللي هتلبس؟ طبيعي العميل هو اللي هيلبس، فبالتالي على حسب ذوقه هو، يعني انت فاهمه شخصيته هو. وانا طبيعي ساعات لما بشوف مثلا سيدات معينه بعمل لهم حاجه تليق عليهم وبالفعل بيبقوا مبهورين بيها. لكن مثلا لو سيده عايزه حاجه معينه وهي ما عجبتهاش، طبعا من غير كلام انا بشيل كل ده وبعمله لها تاني من اول وجديد حسب دماغها هي. ليه؟ لان هي اللي هتلبس. صح، يمكن هي رسمت شيء في بالها وقالت لك وبعد يعني ما سويتي هذا الشيء ما عجبها، ما عجبهاش. اه بالظبط، بتحصل طبعا. ولازم انا اهم حاجه عندي ان العميل يبقى مبسوط ومرتاح، لان انت بتلبسي حاجه انت بتبقي المفروض مبسوطه بيها عشان تلبسيها مره واثنين وثلاثه. انا مش بجيب حاجه قيمه عشان ارميها في الدرج واقفل عليها. صح ولا لا؟ أكيد. ايوه صح. استاذه ايمان، بخصوص دورات مثلا التدريبيه لمثل هذا النوع من التصاميم، يمكن في بعض النساء هل يكتفون فقط بالموهبه ولا تنصحينهم انهم يدخلون دورات تدريبيه وورش ايضا عمل عشان يوصلون لهذا النوع من الاتقان؟ والله بصي لا طبعا، انا بنصح بالدورات التدريبيه. انا بالفعل في ناس علمتها سيدات وبنات، ودايما اقول لهم ان هم لازم يتفرجوا كتير. الفرجة الكتير دي سبحان الله العين بتخزن والدماغ خلي الشخص يتعلم. بالظبط طبعا، هتتفرجي مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك انت اختلفتي من فين لفين، يعني انت فاهمة قصدي؟ طبعا الدورات التدريبية دي مهمة جدا، لان انت حتى بتملي وقتك بطاقة بحاجة انت بتنتجيها. فلما بتنتجي شيء ايجابي بالتالي بتشيلي منك الطاقة السلبية اللي جواكي. احنا كلنا جوانا طاقة سلبية، ده شيء اساسي. صحيح. يعني فلما بتلاقي نفسك سبحان الله بتنتجي حاجة انت نفسك من جواكي بتفرحي وبتبقي سعيد، ايش حال بقى بتعملي حاجات من ادوات طبيعية ومن احجار طبيعية. فطبعا ده كل ده بيفرق اكيد. اكيد طبعا، يعني نقدر نقول الكلمه هنا ايجابياتها وسلبياتها، وايضا أكيد. الموهبه استاذه ايمان وصقل هذه الموهبه واتقانها بالطريقه الصحيحه توصل الشخص اكيد للنجاح. بس هقول لك حاجه يا زينب، بصي الموهبه طبعا شيء جميل، بس مع التعلم، لان في ناس تقول لك والله اصل انا ما عنديش موهبه في ده، انت فاهمه قصدي؟ لا، ممكن تتعلمي اي حاجه في الدنيا تقدري تتعلمي حتى لو ما عندكيش موهبه. في ناس عندها موهبه لكن ما بتنميش ده، انت فاهمه قصدي؟ لكن في ناس عندها ما عندهاش موهبه وبتصمم انها توصل وبتتفرج وبتطور من نفسها. اهم حاجه الصبر، الصبر وحب الشيء. يعني عارفه طول ما انت بتحبي الشيء اللي بتعمليه في اي مجال كان، خلاص هتلاقي نفسك بتتقنيه وهتلاقي نفسك بتتطوري فيه، هتلاقي نفسك بتدي وبتتطوري. فبدا بيبقى شيء جميل يعني جدا. التعلم نقول المستمر، مو بوقف عند مرحله معينه او نقطه معينه، لا، الشخص كل ما تعلم كل ما اشتغل على نفسه اكثر فعلا وصل لهذه المراحل، وفي النهايه وصل يعني للانجاز، ووصل ايضا لتحقيق النجاح، وصل لافراد المجتمع. اكيد طبعا، صح، كلامك جميل. صح، استاذه ايمان انيس مصممه المجوهرات بالاحجار الطبيعيه، نورتينا في هذا الصباح. يا حبيبتي اهلا وسهلا بك، وانا اللي نورتك وانتوا نورتوني كمان. يعطيك العافيه. الله يخليك، تسلمي.